السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلامذتنا الأعزاء، مرحبا بكم. بهذا الفيديو سنقدم تتمة درس التماثل المركزي لفائدة تلاميذ سنة أولى إعدادي. كنا قد رأينا بالفيديو السابق مفهوم التماثل المركزي، مماثلة نقطة بالتماثل المركزي، وكيفية إنشاء مماثلة نقط بالتماثل المركزي. إذن بهذا الفيديو سنتمم هذا الدرس، سنتعرف على مماثلة مستقيم، مماثلة مستقيم، نصف مستقيم، قطعة، زاوية، وكذلك مماثلة دائرة بالتماثل المركزي. باش نتعرفوا على كل هذا الشيء لابد اننا نديروا تذكير لمماثله نقطه، لاننا غادي نحتاجه. كتعريف، A et A prime sont symétriques par rapport à O signifie que O est le milieu du segment A A prime. كنا قلنا بان جوج ديال النقط A et A prime غيكونوا متماثلين بالنسبه للنقطه O. هذا كيعني ماذا؟ يعني ان النقطه O هي منتصف القطعه A A prime. A فتحة و A نقطتان متماثلتان بالنسبة للنقطة O. A prime et A sont deux points symétriques par rapport à O. On peut dire que A prime est appelé le symétrique de A par rapport à O. Ou bien A prime est le symétrique de A par la symétrie centrale de centre O. يعني هادو كيكون عندهم نفس المعنى، كيعبروا على نفس الحاجة. يا إما كنقولوا بأن A prime et A sont symétriques par rapport à O, ou bien A' et A sont symétriques par la symétrie centrale de centre O, ou bien on dit aussi que A' est le symétrique de A par rapport à O, ou bien A' est le symétrique de A par la symétrie centrale de centre A. لان هادو كاملين يعني تسميات غادي نبقاو نحتاجوهم وغادي نبقاو نلقاوهم في التمارين، كي خصنا نفهموهم ونعرفوهم شنو كيقصدوا بهم. اذا كملاحظه، دائما مماثله مركز التماثل كتكون هي نفسها، يعني مماثله او بالتماثل المركزي الذي مركزه O هي النقطة O نفسها. Le symétrie de O par la symétrie centrale de centre O et le point O lui-même. Très bien. إذن دابا من بعد ما درنا تذكير لمماثلة نقطة، غادي نمشيو نشوفو مماثلة قطعة، سيمتري دان سيغمون. إذن غادي ناخد القطعة AB، وغادي ناخذ مركز التماثل هو النقطة، وغادي نحاولوا ننشئوا مماثلة القطعة AB بالنسبة للنقطة O. إذا باش نرسموا مماثلة القطعة AB بالنسبة ل O، يكفي أننا ناخذ مماثلتي يعني طرفي القطعة AB، بمعنى غادي ناخذ مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة O، مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة O. والقطعة اللي غادي نحصلوا عليها غادي تكون هي القطعة المماثلة للقطعة AB بالنسبة للنقطة. إذن هكا كنكون رسمت A' مماثلة A بالنسبة للنقطة O، كذلك B' مماثلة B بالنسبة للنقطة O. إذن القطعة اللي غادي تربط لي النقطة A' بالنقطة B' غادي تكون هي مماثلة القطعة AB بالنسبة للنقطة O. إذا كيف ما كتلاحظوا معايا بأن القطعة AB والمماثلة ديالها اللي هي A' B' كيف هما قطعتان متقايستان، هما نفس الطول. كذلك المستقيمان، المستقيم الحامل للقطعة AB مع المستقيم الحامل لأفتحة بفتحة، قطعة أفتحة بفتحة، كيف هما مستقيمان متوازيان. وبالتالي كخاصية
يمكننا نخرج بها أن مماثلة قطعة بالنسبة لنقطة هي ماذا؟ هي قطعة تقايسها. إذن on dit que le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment parallèle et de même longueur. إذن ناخذ هذا الإكزرسيس دابليكاسيون ناخذ هذا الإكزرسيس دابليكاسيون باش نفهم أكثر. Dans l'exercice d'application, on a deux figures, la figure A et la figure B. Les deux figures sont symétriques par rapport à O. Donc, la question de la figure B, quel est le segment symétrique de AB par rapport à O? يعني من الشكل le B. شكون هي القطعة المماثلة للقطعة AB بالنسبة للنقطة O. Très bien. عندنا هنايا القطعة AB هي اللي يعني لونها بالاصفر. بغينا نحدو من الشكل بي القطعه المماثله للقطعه ا بي بالنسبه للنقطه او. اذا كيف ما شفنا قبل قليل اننا باش نحدو المماثله للقطعه ا بي بالنسبه للنقطه او فكيكفي اننا نحدو مماثلتي طرفي هذه القطعه. يعني غادي نحدو مماثله القطعه بي ومماثله النقطه ا بالنسبه للنقطه بالنسبة للنقطة O. وهكا غادي نكونو حصلنا على مماثلة القطعة AB بالنسبة للنقطة O. إذن غناخدو مماثلة النقطة B. إذن كما كتلاحظو هي جي. مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة O سي جي. مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة O هي ماذا؟ هي H. وبالتالي لو سيغمون سيميتريك دو AB بارابور أو سي لو سيغمون اش جي. اذا كيف ما كتلاحظوا بان مماثله القطعه ا بي بالنسبه للنقطه او هي ماذا؟ هي القطعه اش جي. اش جي و ا بي غيكون عندهم نفس القياس حسب الخاصيه. اش جي و ا بي غيكون عندهم نفس القياس وكذلك المستقيم الحامل ل ا بي مع المستقيم الحامل للقطعتين القطعه اش جي كيفاش غادي يكونوا؟ غادي يكونوا متوازيان. تري بيان. ناخذ سؤال اخر، سؤال رقم زوج. في هذا السؤال رقم زوج بغينا نحدو مماثله القطعه سي دي بالنسبه للنقطه او. بغينا نحدو مماثله القطعه سي دي بالنسبه للنقطه او. كيلي لو سيغمون سيميتريك دو سي دي بارابور ا او. De même, on va déterminer le point symétrique de D par rapport à O et aussi le point symétrique de C par rapport à O. Et then, le point F, c'est le point symétrique de C par rapport à O. Et E, c'est le point symétrique de D par rapport à O. Alors, EF, le segment EF, c'est le segment symétrique de CD. Par la symétrie centrale de centre O. إذا انتهنا كذلك أن القطعتان CD و EF غيكون عندهم نفس القياس. إذا غادي نتعرفوا دابا على لا سيمتريك دون دروات. إذا غادي ناخذ واحد المستقيم D وغناخذ واحد النقطة O. إذا بغيت ترسم مماثل المستقيم D بالنسبة للنقطة O. إذا كيفاش غادي نعمل باش نرسم مماثل المستقيم D بالنسبة للنقطة O؟ إذا باش نرسم مماثل المستقيم D بالنسبة للنقطة O كيخصني ناخذ زوج ديال النقط من المستقيم D ومن بعد نرسم المماثل ديالهم ديال هاد النقط بالنسبة للنقطة O. إذا جو في بروندر دو بوان de la droite D. غادي ناخذ نقطة A وغادي ناخذ واحد النقطة غنسميها B. إذا شنو غادي ندير؟ كما قلت غادي نرسم المماثل ديال النقطة A بالنسبة للنقطة O. إذا هي النقطة فتحة. كذلك غادي نرسم المماثل ديال النقطة B بالنسبة للنقطة O غنسميها B بريم. إذن la droite qui passe par les points A'B'. شنو غادي يكون كيمثل؟ غادي يكون هو مماثل المستقيم D بالنسبة للنقطة O. alors la droite D'
c'est la droite symétrique de D par rapport le point O. كيف ما كتلاحظوا معايا بأن المستقيم D فتحة والمستقيم T هما مستقيمان متوازيان. Les deux droites D et D prime sont deux droites parallèles. كخاصية la symétrique d'une droite D par rapport à un point est une droite parallèle. La symétrique d'une droite D par rapport à un point est une droite parallèle. إلا بغينا نرسمو واحد المستقيم مماثل لواحد المستقيم، دائما ذاك المستقيم المماثل كيكون موازي للمستقيم. ناخدو اكزرسيس دابليكاسيون باش نفهمو. إذا غادي ناخد هنا جوج ديال الأشكال متماثلة بالنسبة للنقطة O. غادي نلقى مماثل المستقيم AB بالنسبة للنقطة O. ها إذا كيف ما شفنا باش نلقى مماثل المستقيم AB بالنسبة للنقطة O شنو كيخصني نعمل؟ كيخصني نلقى مماثل النقطة A بالنسبة للنقطة O، وخصني كذلك نلقى مماثل النقطة B بالنسبة للنقطة O. إذا شكون هي مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة O؟ سي لو بوان جي، إذا هي النقطة جي. إذا كيلي لو بوان سيميتريك دو A بارابور أ O؟ C'est le point H. Alors, HG, c'est la droite symétrique de AB par rapport à O. Donc, on a un moment de مستقيم بالنسبه للنقطه. La question 2, هنا بغينا نحدو مماثل المستقيم CD بالنسبة للنقطة O. سي باغاي. ألوغ كيلي لو بوان سيميتريك دو سي بارابور أ O؟ سي لو بوان F. كيلي لو بوان سيميتريك دو D بارابور أ O؟ سي E. دونك لا دروات سيميتريك دو سي D بارابور أ O؟ سي لا دروات EF. très bien. إذن دابا غادي ناخدو غادي نتعرفو على مماثل نصف مستقيم لا سيميتريك دي دومي دروات. إذن باش نتعرفو على مماثل مستقيم غادي ناخدو نصف مستقيم AB وغادي نرسمو مماثل نصف هذا المستقيم بالنسبة للنقطة O. إذن باش نرسمو مماثل نصف المستقيم AB بالنسبة للنقطة O خصنا نرسمو أولا مماثل لوريجين دو لا دومي دروات AB. سا فو دير أون فا كونستخوير لو سيميتريك دي بوان A بارابور أ O. دونك جو في بروندر A', سي لو بوان سيميتريك دو A بارابور أ O، بوي لو سيميتريك دو B بارابور أ O، وهكا كنحصل على مماثل نصف المستقيم AB بالنسبة للنقطة O اللي غادي يكون هو نصف المستقيم A'B'. إذا لا سيميتريك دو لا دومي دروات AB بارابور أ أن بوان O إي لا دومي دروات A'B' تيل كو لا دروات A'B' إي AB سون باراليل. ناخدو هاد ليكزارسيس دابليكاسيون. دائما عندنا الشكل A والشكل B متماثلان بالنسبة للنقطة O et on veut trouver la demi-droite symétrique de CD par rapport à O. إذا باش نلقاو كيف ما شفنا قبل قليل كيخصنا نلقاو المماثل ديال النقطة C بالنسبة للنقطة O ونلقاو كذلك مماثل النقطة D بالنسبة للنقطة O. إذا مماثل النقطة C بالنسبة للنقطة O سي F، ومماثل النقطة D بالنسبة للنقطة O سي E. إذا لا دومي دروات سيميتريك دو سي دي بارابور أ O سي لا دومي دروات F E. هنا عندنا سؤال ثاني بغينا نلقاو لا دومي دروات سيميتريك دو بي أ بارابور أ O. Et then, de même façon, on va trouver le point symétrique de B par rapport à O, c'est le point G. Et le point symétrique de A par rapport à O, c'est H.
Donc, GH, c'est la demi-droite symétrique de BA par rapport à. La question 3, déterminer la symétrique de la demi-droite BC par rapport à O, c'est pareil. Donc, G, c'est le point symétrique de B par rapport à O. F, c'est le point symétrique de C par rapport à O. Donc, c'est GF, c'est la demi-droite symétrique de BC par rapport à O. إذن دابا غادي ناخدو مماثلة الزاوية، غادي نعتبر الزاوية ABC، إذن غادي نرسم مماثلة الزاوية ABC بالنسبة للنقطة O. باش نرسم مماثلة الزاوية ABC بالنسبة للنقطة O، خصني ناخد مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة O، نسميها A'، ثم مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة O، نسميها B'، كذلك مماثلة النقطة O. مماثلة نقطة C بالنسبة للنقطة O. إذن هكا كنكون حصلت على مماثلة الزاوية ABC بالنسبة للنقطة O، غادي تكون هي الزاوية A فتحة B فتحة C فتحة. إذن هنا اللي خصكم تعرفوا بأن الزاوية A فتحة B فتحة C فتحة وكذلك الزاوية ABC غادي يكون عندهم نفس القياس. إذن كخاصية غادي ناخدوها، le symétrique d'un angle par la symétrie centrale est un angle de la même mesure. إذن مماثلة زاوية بالتماثل المركزي هي زاوية تقيسها. ناخد واحد ليكزيرسيس، المطلوب هو تحديد مماثلة الزاوية ABC. إذن كيفما قلنا باش نحدو مماثلة الزاوية ABC بالنسبة للنقطة O، كيخصنا نحدو مماثلة النقطة، ناخدو مماثلة نقطة C هي النقطة F، ثم مماثلة النقطة B اللي هي G، ناخدو مماثلة كذلك النقطة A اللي هي H، وبالتالي كيكون عندنا مماثلة الزاوية ABC هي الزاوية FGH. إذن HGF c'est l'angle symétrique de ABC par rapport à O. ناخذ عاود سؤال ثاني، المطلوب هنا هو تحديد مماثلة الزاوية BCD بالنسبة للنقطة O. De même façon, on va trouver le point symétrique de D par rapport à O, c'est E. Le point symétrique de C par rapport à O, c'est F. Et le point symétrique de B par rapport à G. Alors, EFG, c'est l'angle symétrique de BCD par rapport à O. Et donc, d'abord, on a la daïra. Et donc, nous avons la daïra. Le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle de même rayon. Leurs centres sont symétriques l'un de l'autre. إذن إلا خدينا هنايا واحد الدائرة سي وبغينا نرسمو المماثلة ديالها، فكنرسمو المماثلة ديال المركز ديالها، يعني هنا غادي نرسمو المماثل ديال النقطة إي بالنسبة للنقطة أو، غادي نعتبرها هي بريم، والشعاع ديالهم كيكون عندهم نفس الشعاع، يعني مماثلة دائرة بالنسبة بالتماثل المركزي هي دائرة لها نفس شعاعها و المركزين كيكونوا متماثلين. اذا هكذا كنكونوا وصلنا الى نهايه هذا المقطع. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نتطرقوا الى الكونسيرفاسيون سيمتريك وكذلك الى كيفيه انشاء هذه الاشكال اللي شفناها في هذا الفيديو هذا باستعمال البركار والمسطره. اذا الى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله.